أتفهمك، تريدني سعيدة، ولكن بكلامك هذا أعتقد أنك تحاول إخفاء شيء. حقا؟ بالطبع، لم تقلل مني في مجال العمل، ولكن في الحياة تقلل مني. أهلا يينغ. أبي، استلمت راتبي. ها؟ حقا؟ إن الراتب هذه المرة أكثر مما كنت أتقاضاه من قبل. لا ترسل المال، راتبي يكفي. هل سوف تتولين إدارة أمور حياتك؟ أتقدرين على المعيشة في المدينة؟ هذا فخر لنا، هذا دليل على أن صغيرتي ماهرة. أريد إخبارك أن هناك أيضا عملي في المتجر الإلكتروني. أنا من أتولى إدارته وأقوم بكل التعاملات التجارية، وأيضاً راتب الشهر المقبل سيكون أعلى من راتب هذا الشهر. يثقون بك، عليك أن تضاعفي مجهوداتك. تعرفين؟ ها؟ تكاليف مكالمات الهاتف عالية، لنتحدث عبر الإنترنت. أبي، أبي، أغلق في وجهي، إن التوفير لا يكون هكذا. انتظر، انتظر. شكرا، شكرا. أهلا، لما تضحكين؟ تسلمت راتبي. توقعته أقل. ليس من السهل تحقيق مثل هذا النجاح. التجارة الإلكترونية رائعة. سيد واي، إنك ما زلت تتذكر هذه الأمور الصغيرة التي أخبرتك بها. إنني سعيدة. لا عجب أنك صديق أندي. أيمكن أن أسألك شيئاً؟ كيف أنمي هذه التجارة؟ الإجابة تعتمد عليك أنت، وأنت شخصية مليئة بالطاقة، وتعملين جاهدة بكل ما لديك من قوة. إذن بعد كل هذا الجهد، متى سأتوج بالنجاح؟ النجاح يأتي مع اكتمال النضج، إذا صار في الطريق الصحيح. الطريق الصحيح؟ الطريق؟ ها؟ سيدي، سيدي، سؤال آخر، هل أسير على الطريق الصحيح؟ إن مفهوم التجارة هو تبادل البضائع. لماذا يختارك أحدهم ليتاجر معك دون غيرك من التجار؟ الأمر يعتمد على عاملين أساسيين، الأول سعر المنتج، الثاني هو قدرتك على أن تكوني محط أنظار الزبائن من كل مكان. يجب أن يتأثر الآخرون بما تقولين ليأتوا إليك. ما هو أكثر شيء تريدين فعله؟ أنا أريد أن آكل. سأنصرف، أعتذر لك. عذراً، وداعاً. كيف يمكن لفتاة مثلها بهذه المؤهلات ممارسة التجارة؟ إنه طريق مليء بالمشاكل. أوضحت لها الأمر؟ بالطبع لا، إنها صغيرة وغير قادرة على التحمل، وإذا وضحنا لها الأمور في هذه السن فكيف ستكون حياتها المستقبلية؟ لكن إخبارها بالحقيقة سيوضح لها معالم مستقبلها في وقته. الحقيقة ليست دائماً
من الأشياء المحمودة، إنها تكون بالقلب كالأشواك. الأكاذيب البيضاء تكون أفضل، غرست بقلبك الأشواك. من كثرة الأشواك أصبحت كالقنفذ، لكن قلبي ما زال سعيدا. ليس سهلا، لا تسفه الأمر. سنتولى أمر تام، لا تقلقي من هذا، أهم شيء الآن هو أخوك. لا تفكر في هذا الأمر، إنني أضغط عليك، أنا وحيدة، لا أعرف من أبوي، ولست ماهرة في معاملة الناس، أخشى أن أكون عقبة لك. أنت وحيدة، يمكن أن يكون لدينا عائلتنا الصغيرة، لست ماهرة في التواصل، فلا تتعاملي أبداً مع أحد سواي. أنت لا تتذكرين والديك، لكننا سننجب طفلاً، ليست عقبة. من المحتمل أن ننجب طفلاً يحاكي الملائكة في الجمال. أدخلت على حياة السعادة، فكيف تكونين عقبة؟ حقاً؟ أعتقد ذلك. ماذا أفعل؟ ماذا؟ منذ أول مرة التقينا وأنا لا أفكر سوى في شيء واحد. ما هو؟ كيف يمكنني أن أطلب منك الزواج؟ لكننا تخطينا ذلك ونناقش الآن فكرة الأبناء. وي، لا أعرف الحب، أنا لست مثلك، وإلا لطلبت منك الزواج. هل تتزوجني؟ أنت جادة؟ بالطبع، تهتم لأمري وتدللني دائما وتوجهني في حياتي، فكيف أرفض؟ وي، هل تتزوجني؟ يا للروعة، من دون أن أركع أو أن ألقي الشعر. لا داعي. والخاتم ماذا عنه؟ لا أحب ارتداء هذه الأشياء. الآن أطلبك للزواج وسأدفع لك مهراً. أندي، أندي، لا أستطيع التحدث. أنت رائعة وذكية جداً، تكونين حذرة وأحياناً شجاعة كالرجال. أأخطأت فيما قلت؟ لا لا، لم تخطئي. أنا أشعر بسعادة بالغة. هل أنت موافق؟ موافق، موافق. لا يمكنني أن أدعك تتملصين مني، بالإضافة إلى أنني أيضا سأشتري لك خاتما، ليس لشيء سوى أن تكوني لي. هل وافقت؟ يجب أن يكون الأمر معقدا أكثر من ذلك. هل أعد الطعام لك لأعبر عن مشاعري؟ طلبتني للزواج، ماذا أريد أكثر من ذلك؟ أتريدين أن تعدي لي الطعام؟ يعرض بالتلفاز العديد من البرامج، لنشاهدها. في يوم كهذا لا يمكننا المخاطرة، سأطلب وجبة سريعة. أعرف مطعماً يعد طعاماً جيداً جداً، سأطلبه.
أهلا أمي. هل انتهيت من العمل الآن؟ فأنا أريد التحدث معك. أنا في الطريق إلى البيت، انتظري حتى أترجل من السيارة. حسنا. ها أمي، ماذا هناك؟ مشكلة أخيك ثانية، غريمه يجلس الآن في البيت هنا. ها؟ كيف هذا؟ وهل أخي بالبيت؟ زوجة أخيك فكرت في طريقة للهرب وتركتنا نواجه الطوفان وحدنا، وعندما لم يجدوه أتوا إلى هنا ولن يتركونا. ماذا نفعل؟ غير معقول إن أخاك هذا مجنون، ضرب الرجل حتى أودعه المشفى. المشفى؟ إنهم يكذبون عليك، هذا مستحيل. إنه بالمشفى حقا، لقد رأيت الأشعة، لديه كسر بعظام اليد اليسرى. قولي لي كيف سأتصرف، لقد أعطيتهم النقود التي أرسلتها لي بالإضافة إلى مكافأة تقاعد أبيك، ولم يعد لدي مال لأعطيه لهم. لن يكون أمامي سوى بيع أثاث المنزل. مصروفات المشفى كبيرة جدا، ماذا أفعل؟ أمي، أرسلت إليك المال بمجرد ما استلمت راتبي، ثم دفعت إيجار 3 أشهر، من أين لي بالمال؟ أصبحت أتناول كل يوم وجبتين فقط، ماذا أفعل؟ إذن ما العمل؟ إنهم لن ينصرفوا إلا إذا أخذوا المال منا. لا يوجد في البيت ما يستحق البيع، لا يوجد سوى تلفاز قديم أظنه لا يجلب لنا أي مال. أليس معك مفتاح شقته؟ فليذهبوا ويأخذوا ما يريدون، لقد ورط نفسه في هذا. ما هذا الكلام الذي تقولين؟ إذا فعلت مثلما تقولين سينفصل أخوك عن زوجته. لقد فكرت لك في فكرة. أطلبي من مالك الشقة أن يرد الإيجار وتنتقلي. يجب أن نحل هذه المشكلة فيما بيننا. حسناً، يجب أن ننهي هذه المسألة بدون أن نخسر أخاك. ما الذي تقولينه؟ فكري في حل ما، اكتبي لهم إيصالاً. لا يمكن أن يغادروا دون أن يأخذوا المال. جدي، أين جدتي؟ تعالي. حسناً، أنا آتية. يجب أن تجدي حلاً لهذه المشكلة، يجب أن ننهي هذه المسألة. مرحبا. مرحبا. كيف حالك؟ لما ذهبوا إلى بيتنا؟ دائما تدخرين بعض المال. لم يعد لدى أمي ما تدفعه لهم، أعطتهم ما تملك. أنا لا أعرف ماذا أفعل، المعيشة صعبة للغاية. وأخوك من الصعب أن يحصل على وظيفة بعد ما حدث. أصبحت وحدي أذهب للعمل لساعات طويلة جدا. لم يعد حتى بإمكاني الآن أن أعول هذه الأسرة وحدي. إننا هذه الأيام نتضور جوعاً، المصروفات اليومية أزمة، من أين سأدخر المال؟ أذهب لأهلي لكي أتناول الطعام وأجد مكاناً يؤويني دون أن أدفع شيئاً. بت أخجل من العائلة، لم يعد لدي طريقة لإنقاذ أخيك من أفعاله. لم يبقى أمامي سوى التوسل. يجب أن تعرفي أنك أنت الأمل الوحيد لهذه العائلة. أجل أن وداعا. انتظري. إنها وقحة، أصبحت بخيلة. <音>别对我说收敛锋芒，坚持到最后也顽强抵抗，成功如沙，非死即伤，但别妄想我举手投降。
钟声敲响，南瓜马车带我奔赴战场，只有你能救赎自己的梦想。أمي، لا لا تحطموا الأهداف، أكثر من هذا، لا تحطموه، ابتعدوا ابتعدوا عني مالي. ما الذي يحدث؟ أجيبيني يا أمي، لقد انتظرت طويلا. ابنتي أمي، لا يمكنني، ما الذي يحدث؟ أبلغي الشرطة هذا. يا أمي تعالي بسرعة، إذا لم تعودي سينتهي أمرنا، أرجوكم لا تحطموا شيئا. أمي هيا. ابنتي لديك أصدقاء بالشرطة، لا داعي لأي تعد، أرجوك لدينا كفى. أنا من سأبلغ الشرطة. أمي أمي أسرعي، ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل. سوف أرسل المال لك في الغد يا أمي. مالي أرسل لك 2000 يوان. قولي لهم أن ينصرفوا الآن، أرجوك اتركونا، أعذرونا بعض الوقت. لن أتركك إلا بعد أخذ المال. سوف أنقذكم، سأرسل المال غدا، أرجوك انتظر قليلا. لن تأتي بالمال، تعالي في أسرع وقت. أمي أنا أريد أن أعود، ولكن يجب أن أبقى لأجل المال، فلتجدي حلا حسنا. أنا أريد مالي، أنا بجانبك لا تقلق. حسنا وداعا. أمي أمي نخبنا نخبنا لم يطلبني أحد للزواج، ولقد طلبتك للزواج. لماذا طلبتني للزواج؟ أنت مرح وذكي، أشعر بالراحة وأنت بجانبي، وأنا في أي مكان تظل بجانبي وتنتظرني، لم تتخلى عني يوما. لماذا تعاملني هكذا؟ الرجال حيوانات عاقلة، وأنت لست فقط جميلة بل ذكية ومستقلة، لست متغطرسة. بعدما فهمت شخصيتك ازداد إعجابي بك، وبالأخص بعلاقتك بجيرانك وأخيك. إنك رقيقة وحساسة، ومشاعرك دافئة للغاية. كلامك هذا يشعرني أنني مميزة. أنت كذلك، بسيطة واضحة، والحياة معقدة جدا، يجب أن نتعامل ببساطة، هذا أعظم شيء. Okay.
لحظة واحدة، تمهلي تمهلي. ساعديني، المتجر لديه الكثير من الخصومات، فذهبت. خمني ماذا وجدت؟ لقد وجدت خصومات كبيرة. الخبز يباع بكوي وهناك 5% على اللفافة. اشتريت لك ولفان أيضا، سنتناوله معا. شكرا. أين فان؟ ألم تعد؟ رأيت مفاتيحها على خزانة الأحذية. لم يصدر عنها أي صوت، لم أعلم أنها هنا. هل أصيبت بالبرد؟ لقد انتشر عندنا في الشركة العديد قد مرضوا. ممكن. فعندما رأيتها في الصباح كان وجهها شاحبا واستيقظت متأخرة. لقد اشتريت الدجاج، فإن الحساء مفيد للبرد، وأنا سأعطيها علاج البرد. أفضل شيء هو النوم بعد الدواء. حسناً سأفعل. أذيبي لها بعد الفوار، يجب ألا تكون ساخنة. أذبته جيداً، المياه الدافئة أفضل. حساء الدجاج مفيد جداً، يجب أن نجعلها تتناوله. لقد نحفت كثيراً. عندما سمعت إنج تقول إنها ستعد لها الحساء، شعرت أن الشجاعة التي حاولت أن تظهرها لساعات قد اختفت قبل دقائق. كانت تؤهل نفسها أن تكون البطلة التي ستقف في وجه الطوفان، وكانت تفكر في مخرج لكي تنهي الأزمة التي أصابت أسرتها. ولكن الاهتمام الذي شعرت به جعلها تتيقن أنها ليست سوى فتاة ضعيفة. حتى وإن غرقت في الوحل لن تملأ الحفرة التي حفرها أخوها. رائحتها رائعة، لها رائحة مميزة، لكن لم تنضج بعد. لننتظر قليلاً. هيا لنرقص معا. فلتنتبهي. انتظري، امسكي هذه. الحساء رائحته رائعة. انا حقا لا اصدق انني اعددته بمفردي. انت ماهرة جدا يا يينغ. اريد ان اتذوق. على مهل، انه ساخن. ماذا؟ رائع. لقد نضجت تماما. لنغسل الأطباق. سأقوم بهذا. أختي فان. فان، لماذا نمت مبكرا؟ هل أصابتك الحمى؟ تعالي دعيني أرى. ليست، حرارتك عالية. أعددت لك الحساء، سأحضره لك. جوان، أحضري لي الدواء. هل هو ساخن؟ لا، إنه جيد. اشربيه في الحال. ليس بي شيء. أتشعرين أنك مريضة؟ هل نذهب إلى المشفى؟ أنا بخير، إني متأثرة، فأنا حزينة وأنتما تهتمان لأمري.
منذ أن ولدت لم يهتم بي أحد. شكرا. فان، لقد أعددت لك بعضا من الحساء، وجوان أذابت الدواء. أنت تبالغين وتشعريننا بالحرج. كنت دائما بجانبي وأنت أختي. إذا لم أهتم بك قولي لي بمن سأهتم إذن. إنكما وحيدتان وأسرتاكما تكرسان حبهما لكما. لن أنجب سوى الطفل، وسوف أكرس له كل حبي واهتمامي. هيا لنجلس بالداخل. هذه الملابس خفيفة، ألا تشعرين بالبرد؟ اذهبي للداخل وسأحضر لك بعض الحساء. جوان، خذيها إلى الداخل. هيا. ماذا هناك؟ أعتذر أنني اتصلت الآن، أريد استشارتك في أمر يتعلق بحبيبتي. قضينا اليوم معا وكان يوما جيدا، أنا أحبها كثيرا. طلبت مني الزواج اليوم، وعندما جمعت بيننا لحظة شاعرية ظهر إحساسها بالرفض تجاه المشاعر العاطفية. عندما يحدث بيننا أي تلامس تشعر بخوف كبير وتبتعد عني. إنها تعاني من مشكلة نفسية. هذا النوع غالبا تعرض لأزمة في الصغر خلفت انطباعا سيئا في اللاوعي. إنها يتيمة وذهبت إلى أمريكا وهي صغيرة، وليست لديها ذكريات عن طفولتها. لا أستطيع أن أحكم من هذه المعلومات. فترة الطفولة هي التي تشكل الشخصية. إذا عانى الطفل فعندما يكبر يعاني من أزمات نفسية ويرفض التعامل مع الآخرين والاختلاط بالمجتمع. تكلم معها في هذا الأمر وجرب مرة أخرى. حسناً، أشكرك. سلام. فان، هل عائلتك تفضل البنين؟ أبي أيضاً تمنى أن تنجب أمي ولداً، ولكنها أنجبت له فتاة ساذجة مما زاد الأمور سوءاً. ولكن بعدما كبرت أصبحت فتاة أبي المدللة. لو أنجبت أمي لي أخاً ما كانت حياتي لتكون رائعة هكذا. الأفضل أنني وحيدة لأنني أنعم بهذه الحياة الرائعة. فان، هل لديك أخ؟ إنها أقدارنا نحن النساء. ما هذه الأفكار؟ لا تفكري هكذا. إن أبي كان يعتقد أن لا وريث إلا الصبية. عندما ولدت كان قلبه حزيناً، ولكنه الآن يعاملني كفتاة صغيرة. كل مرة يقول لي يجب أن تقومي بعمل مربح، يجب أن تنجحي. أبي، أنا فتاة ضعيفة، فلا يلبث صبره أن ينفد مني. لكن عندما أحتاج منه شيئاً أقول له: أبي، إنني فتاتك الوحيدة، ساعدني. فيرضخ على الفور ويقوم بفعل كل شيء من أجلي. لا تكوني مثل أبي، فإن ابنك سيقوم باستغلالك مثلي دوماً. لا تستغلي أباك، إنه يحبك. العائلة هي قدر الإنسان، لا يتغير.
أختي فان، لست سعيدة بسبب ما حدث لعائلتك اليوم؟ لا، حدثت بعض المواقف بالعمل فشعرت بالضيق. أنا بخير ومحظوظة لأن لدي أختين، أنتما أختان وصديقتان. إن الصحبة الجميلة كينابيع المياه الدافئة، تنغمس فيها من رأسك حتى قدميك فتنتعش أعصابك من السعادة. أشكركما أختي. شكرا فان، أنت أختنا فلا تشكرينا. وبالنسبة لما حدث في العمل، اتركيه ما دمت لست سعيدة. يمكنك أن تبحثي عن وظيفة. أشعر الآن بسعادة كبيرة. أحسدك على شخصيتك هذه، ما تريدين فعله لا تترددين في القيام به. لست مثلي، أنا حسناً، تأخر الوقت، هيا لننم، هيا ناما. هيا نوماً هنيئاً. وأنت يا فان، نحن كعصافير الحب المغردة. نامي جيداً. أجل، سننصرف. أختي فان، عندما كنت في أحلك الظروف قلت لي كلمة لن أنساها، أعطتني حينها الشجاعة. قلت مهما كان الوضع لا عليك سوى أن تكوني بحاجة إلينا، ونحن سوف نظل بجانبك دائما. حسنا، بالأمس أخطأت، آسفة. لست شخصا طبيعيا مهما حاولت. طلب الزواج كأنه لم يكن. اذهبي لعملك ونتحدث لاحقاً. أندي، قلت بالأمس إنني أتمنى أن أتزوج منك. أنا لن أدعك تندمين أبداً. ليست أمامك أي فرصة لتتراجعي. لست قادرة، أخاف إذا وضعت يدك علي. لست أنت فقط فمنذ الصغر، وأنا أرتعد كلما لمسني أحد. إنني لن أقدر، أعتذر لك. سأنتظر حتى تعتادي. إذا كنت خائفة سوف نفكر معا في حل لهذه المشكلة. لن أدعك تخافين ثانية.
أنت الآن خطيبتي، اهدئي ولا تقلقي من شيء، اذهبي إلى عملك الآن وأنا سأصطحبك. حسناً. هذا هو الحال، لكننا لم نعرف لما كانت تبكي هكذا. مكثنا لنواسيها ولكن لم يجدي ذلك. يتعلق بعائلتها أو مشكلة صديقها. رأيتها أسفل المبنى وكان يبدو عليها السكر وبكت. إنها تعاني من مشكلة. غير معقول، إنها تعود للمنزل متأخرة هذه الفترة. تقولين إنك رأيتها في حالة سكر وكانت تبكي. أيمكن أن يكون؟ لا يمكن، لن نفكر هكذا مهما كان. لا تخبري يينغ، فإنها ثرثارة للغاية وأخشى أن تكثر من الكلام وتحرج فان. إن فان تعتز بكرامتها، إنها تخفي كل شيء يخصها، ويجب عليك البقاء معها. لا أدري ماذا حدث. إنني قلقة عليها. جيد، النشياء بعيدة عنها الآن، ولكن هل تعرفين ما الذي يشغل شياو؟ إنها منهمكة في بعض المناقصات، إنها متعبة. شياو لا تعود للمنزل وتسافر كثيرا ومشغولة. اعتقدت أن الفتيات الثريات لا يعرفن سوى اللهو. لم أتوقع ذلك. أبناء الأثرياء ثلاثة أنواع، تكون عشيقة أو مدللة أو عاملة، وعلينا أن نتقبل الشخصيات كما هي ونتجاهل الاختلافات الشخصية. فآراؤنا السريعة فقيرة. يمكن تلخيص أحدهم في كلمات: احرصي ألا تندفعي بأفكارك. لا يمكنك أن تشكلي أفكارك بهذه الطريقة. أحدهم بانتظارك. سوف أنصرف. جوان، لدي أعمال هنا وأعلم أن عملك هنا فأتيت. سيدي أشكرك. لا داعي أبداً للرسميات. كيف حالك الآن؟ ألديك بعض الوقت لنتقابل في العطلة؟ أشكرك على دعوتي. أنا معجبة بشخص آخر. لن أذهب معك. إلى اللقاء. بعد أن نطقت بكلمة إلى اللقاء، شعرت براحة شديدة، فلقد علمت ما هو الشعور بالحب، الشعور بخفقان القلب عند الرؤية واحمرار الوجنتين، والشعور بالروح تخرج من مكانها وتدور بالمكان. هذا الشخص ظهر بحياتها بالفعل. إنها استطاعت أن تفهم مشاعرها الحقيقية بكل وضوح. هل استلمت المال؟ أجل استلمته، لقد عدت للتو من المصرف، لكن مصروفات المشفى تتزايد بشكل كبير يوما بعد الآخر. دفعت حساب أمس وأول أمس، ولكنها ستزيد بعد ذلك. كم ستحتاجين؟ أنا فقط أحتاج لكل يوم 1000. ما العمل الآن يا ابنتي؟ لقد تبقى 4 أيام يجب أن تجهزي المبلغ. لن نتحدث الآن. ابنتي،
عد، لماذا لم تخبريني؟ ماذا؟ هل أخبرك لتخبر الآخرين أن يجهزوا كل شيء؟ ماذا؟ فلتخبرني الآن. ما معنى هذا الشيك؟ وما المشكلة؟ ها؟ في إعطائك أجرك؟ إنك تسافرين طوال الوقت، وبذلك لا يمكنني إعطاؤك أجرك وأنت لست موجودة أمامي في الشركة. ليس أمامي سوى هذا. لا تفعل هذا بدون الإذن الرسمي. لن أخذ المال أبداً. أحب العيش مستقلة، ولكن بهذا الفعل الجميع سيعتقد أنني أعتمد عليك. حسناً، سأنفذ. عدني ألا تتدخل في عملي. أعدك، لن أتدخل. حسناً إذن، طلبت قرضاً من الشركة وسأعيد لك مالك هذا. لن أخذ أي أموال فوق راتبي المحدد. سيكون هذا عقاب تدخلك في أموري. فلتفعلي ما يحلو لك. ماذا ستفعلين اليوم؟ لا شيء، لقد كان لدي اجتماع أمس، ولقد اطلعت للتو على ملفات العميل ودرست مراحل العمل، واليوم سأوزع المهام ولكن بعد قليل. هل تريدين حضور اجتماعنا؟ نحن اليوم سنناقش خطة المشروع بأكمله وكيفية تطويره. اجتماع آخر؟ أنا لن أحضره. إنني أشعر في هذه الاجتماعات أنني كالخشبة أجلس صامتة،